في اطار تنفيذ استراتيجيه الدوله في مجال القذاء والتغذيه عقد اليوم معالي رئيس الوزراء بامي بادكي البير اجتماعا بهدف الاعتماد الرسمي لخطه العمل القطاعيه للقذاء والتغذيه المقدمه من قبل المجلس الوطني للقذاء تقرير خالد موسى تحديات الغذاء والتغذية من الأمور التي توليها الحكومة الجادية اهتمامًا كبيرًا، ففي هذا السياق وضمن سياسة الحكومة الرامية إلى وضع خطط واستراتيجيات واضحة في مجال الغذاء والتغذية، يجيء هذا الاجتماع الذي عقد تحت إشراف رئيس الوزراء فهمي بلاك البير، حيث ناقش الاجتماع خطط العمل القطاعية للغذاء والتغذية، والتي تم تقديمها من قبل المجلس الوطني للغذاء والتغذية. خطة العمل التي تم اعتمادها رسميا في هذا الاجتماع تهدف إلى الاهتمام بالصحة الغذائية وتوفير الاهتمام والرعاية الغذائية خاصة للأطفال والنساء الحوامل بالاعتماد على الخيرات التي تجود بها الأراضي الشاديه وزيرة الصحة العامة جربتنا كارميل سكات متحدثة عن أهم ما جاء في هذا الاجتماع <applause> بكان الخاتم نان في في كلام أفي أنا ناس كلام أكل ده ألم نادونا هسا كت كت أجينا فوق ده يا تقولي سي أسا من هنا لقدام في الكل نهاجو لنورو ليالنا شنو أكل شنو باكلو في الكل كنوروا نورو لنعلمو ليالنا كيف يتربو كاروت دول تومات ولا شنو دول ولا درابة دول عشان أكل بس يجيبه قدرة ده بس هجينا أخواتي في إن الاعتماد الرسمي لخطة العمل القطاعية للغذاء والتغذية يعكس التزام الحكومة الجادية بوضع سياسة وطنية في هذا المجال ويعتبر أيضا خطوة أولية في طريق التعاون مع الشركاء بهدف التخلص من سوء التغذية وتحقيق الامن والاستقلال الغذائيين